بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد إلينا سؤال من أحد الصائمين يسأل فيقول: ما حكم شم العطر في نهار رمضان؟ نقول وبالله التوفيق أن شم العطر في نهار رمضان لا يفسد الصيام، لأنه كان بوسيلة من الوسائل التي يستخدمها الإنسان وحاسة من الحواس التي يستخدمها الإنسان وهي الأنف، ولم يكن هناك سبيل لدخول هذا العطر إلى الجسم، فليس هناك منفذ مفتوح يدخل منه هذا العطر إلى الإنسان فيؤثر في صيامه، ولكن هو شمه كإنسان خرج إلى الحدائق أو المتنزهات فشم رائحة طيبة، فهذه الرائحة لا تمنع ولا تبطل الصيام في نهار رمضان. وهذا من الأشياء التي لا يمكن الاحتراز منها، كأن يمر الإنسان منا على مكان معطر أو جميل أو مرشوش فيه بعض العطور فيشم هذه العطور، فلا يستطيع أن يمنع نفسه من شمها، لأن الأنف هي التي تقوم بهذه المهمة، وهو لم يدخل شيئا إلى جوفه كما اشترط الفقهاء في إبطال الصيام وفي بطلانه إذا دخل من منفذ مفتوح في الجسد كالفم أو غير ذلك من أعضاء الإنسان. وعليه فنفتي بحمد الله عز وجل ونقول أن من شم العطر في نهار رمضان ليس عليه شيء وصومه صحيح. وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.